بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. درس جديد في المفيد في الرياضيات للرابع ابتدائي. بقى في درس ديال الهرم والموشور القائم، صفحة 91. إذا عندنا الحصة الثانية، أطبق وأتدرب. عندنا التمرين جوج، قلنا ألون بنفس اللون المجسمات والنشور المناسبة لها. هنا قالوا لنا نشوفوا المجسمات والنشور اللي مناسبه لها ولونهم بنفس اللون. غادي نشوفوا هاد النشور هذه كما تنشوفوا فيها، بانها كيف ما تنشوفوا الوجوه ديالها على شكل مستطيلات، مستطيلات، والجانب ديالها على شكل مربع. اذا الى شكل مستطيلات، اذا شنو غيعطينا؟ هو هذا متوازي المستطيلات، وهو النشر ديالو هو هذا اللي لونها بنفس اللون. اذا عندنا نشوفو النشر الثاني، هذا الوجوه ديالها على شكل مربعات، كلها مربعات. اذا هذا تبين لي بأن هذا هو المكعب، لأن المكعب كل وجوه ديالو على شكل مربعات. قلينا هاد المجسم هذا، نشوفو هاد النشر هذا بأن على شكل مستطيلات، وعنده القاعدة ديالو على شكل مثلثات. قاعدة الأولى والثانية شكل مثلثات، يعطيونا هذا هاد الشكل، هذا المجسم هذا، وهذا المجسم منشور قائم ثلاثي. علاش مجسم قائم ثلاثي؟ لان القاعده ديالو على شكل مثلث. اذا هذا هما النشر والمجسمات بعد ما لونها، هذا هو الشكل ديالها النهائي. غادي نمشيو للتمرين ثلاثة. قالوا لنا ألاحظ الهرم ثم ألون قاعدته. هذا الهرم كيف ما تنشوفوه بأن القاعدة ديالو فينا، هي القاعدة، دائما القاعدة هي المقابلة لرأس الهرم. هذه هي القاعدة على شكل مربعات، على شكل مربع، قابلة، متقابلة مع رأس الهرم، قابلة لرأس الهرم. إذا هذه هي القاعدة ديال هذا الهرم هذا، لأن الهرم عنده واحد القاعدة وهي هذه اللي تنلونها، وهي مقابلة للرأس ديال الهرم. كاين هرم اللي عنده قاعدة ديالو رباعية بحال هذا الشكل، كاين اللي عنده خماسية، كاين اللي عنده ثلاثية. هذا عنده القاعدة ديالو على شكل مربع رباعية. إذا غادي نمشيو للتمرين أربعة. قالوا لنا ما المجسم الذي يمكن لآدم تركيبه مستخدما كافة القطع الآتية دون تقطيع؟ إذا قالوا لنا آدم شنو هو المجسم اللي يقدر يركبه بهاد القطع بلا ما يقطعها؟ كما تنشوفوا بأن هاد القطع على شكل مستطيلات، أربعة ديال المستطيلات وجوج مربعات، وهي كيف ما لاحظنا وهي هاد النشر هذا، هو وهي على هاد الشكل ديال هاد النشر، أربعة المستطيلات، واحد جوج ثلاثة أربعة وجوج مربعات. حتى هذا عنده أربعة المستطيلات وجوج مربعات، إذا هذا متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات، تعطينا متوازي المستطيلات. نمشيو للتمرين خمسة. قلنا أحد الأحجار الكريمة لسيدة أمينة على شكل هرم له ستة أوجه. هاد السيدة أمينة عندها واحد أحجار كريمة وهي على شكل هرم وله ستة أوجه، عنده ستة الأوجه.
حسبوا لينا حتى القاعدة على أنها وجه، عنده ستة أوجه. كم عدد الوجوه التي هي على شكل مثلث؟ إذن منين قالوا لنا على شكل مثلث، وكيف ما تنعرفوا بأن الهرم تكون غير الوجوه الجانبية على شكل هرم، إذن حنا ستة غنحيدوا منا واحد الوجه ديال القاعدة، غيبقى لنا خمسة وجوه مثلثة، غيبقى لنا غير خمسة وجوه هي اللي مثلثة، خمسة وجوه. قالوا لنا ما شكل القاعدة؟ إذن بما أن عنده خمسة وجوه مثلثة، إذن شكل القاعدة غيكون خماسي ولا خماسية، غيكون خماسي لأن عنده خمسة وجوه ثلاثية على شكل مثلث. بما أن عنده خمسة وجوه مثلثة غيكون القاعدة ديالو على شكل خماسي. غادي نشوفوا التمرين ستة. عندنا ستة، ألاحظوا المجسمات التالية ثم أضع علامة تحت كل هرم وعلامة أو تحت كل موشور. إذا هنا قالوا لنا نضربوا هاد العلامات في تحت الهرم وهاد العلامة أو تحت كل موشور. أعطونا هذا متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات ليس بهرم وليس بموشور. عندنا هذا كما تنشوفوا ها هو عنده قاعدة وعنده رأس، إذن هذا ينتمي بأنه هرم، ندير له هاد العلامة. هذا كيف ما شفنا الشكل ديالو عنده قاعدة من فوق على شكل القاعدة ديالها شكل خماسي ومن التحت، إذن هذا ينتمي أنه موشور. هذا كذلك موشور، شفنا سبق لنا وشفنا هذا الموشور وهو موشور قائم ثلاثي، ها هو عنده الوجوه ديالها على شكل مثلثات، إذا حتى هذا موشور. هذا مخروط ليس بموشور ولا هرم لأن القاعدة ديالو دائرية. أمشيو للتمرين سبعة. قالوا لنا من بين النشور التالية أحددوا نشر الهرم، من بين النشور التالية نحددوا نشر الهرم، كم عدد الأحرف لديه؟ هذا القاعدة ديالو على شكل مربعة ولكن عنده مستطيلات وليس بمنشور ولا هرم. هذا القاعدة ديالو مربعة ولكن أن الوجوه ديالو صغيرة بزاف، ما يمكنش دير لينا هرم. عندنا هذا القاعدة ديالو مربعة، مثلثات ديالو متقايسة كيف ما تنشوفوا، عنده ربعة ديال المثلثات والقاعدة مربعة. منين نبغيو نجمعوها غتعطينا هاد الشكل هذا. عطينا هاد الشكل هاد الهرم هذا، اذا القاعدة ديالو مربعة، هو عنده اربعة ديال المثلثات في الجانب، هو مثلث من هاد اتجاه من هاد اتجاه و اتجاه الاخر من الوراء. اذا قالوا لنا كم عدد الاحرف لديه؟ كم عدد الاحرف؟ الاحرف هما هادو، هادو هما الاحرف، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عنده أربعة، عنده أربعة في الجوانب، هو أربعة في الجوانب وأربعة في القاعدة، إذا عنده ثمانية أحرف. عندنا تمرين ثمانية، ألاحظ المجسم جانبه وأكمل الجدول. لاحظوا هذا المجسم، هذا المجسم هو
موشور قائم ثلاثي، لأن القاعدة ديالو على شكل مثلث. الاسم، الاسم وهو موشور قائم. موشور قائم. الأسرة، نقولوا بحال اللي درنا في الصفحة اللي في الصفحة 90، نقول له بأنه موشور من مجسمات وجوهيات، مجسمات وجوهيات. عندنا عدد الأوجه، عدد الأوجه كيف ما قلنا، عدد الأوجه عندنا واحد، واحد من تحت جوج، ثلاثة، أربعة، واحد من الخلف، هو خمسة أوجه. عدد الأحرف، عدد الأحرف عندنا ثلاثة من فوق، واحد، اثنان، ثلاثة، وثلاثة من تحت، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة أحرف. عدد الرؤوس، واحد، اثنان، ثلاثة، وثلاثة من تحت، هما ستة. شكل الأوجه كيف ما تنشوف، هاد الأوجه عنده الأوجه ديالو مستطيل. هذا كل ما يخص صفحة 91. تنتمنى تكون استفدتوا منها، وما تنساوش تدعمونا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.